الفل. مساء الخير مبد افندي. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل. الحقيقه انا عندي طلب سخيف شويه بس محتاجه قوي. اؤمر يا فندم. في صديق وزميل قديم من ايام الجهاديه اسمه اليوس باشا حمزه حلوان. عارفه يا فندم، ده جريح الاعتداء اللي حصل في الصحراء العباسيه، ده بطل. انا كنت عايز ازوره الليله دي. طب وماله؟ هو الحكيم قال لا، ما ينفعش، لازم الصبح. كلامه مظبوط برضه، لازم نخليه يستريح. الحقيقه انا قلقان عليه، وبعدين شفت حلم كده مش ولا بد، فكان نفسي اطمن عليه حتى لو بنظره سريعه. طب انا اقدر اعمل ايه؟ طيب يا زمن، طيب يا زمن، طيب انا ماشي. مالك يا محمود؟ مفيش حاجة، أنا شنشن بس شوية يا سلام، مفيش أي حاجة، أنا كويس. في حاجة بتوجعك ولا إيه؟ يا عم أنا كويس خالص، مفيش أي حاجة يا إخوانا، مفيش حاجة. يبقى الكلى رجعت تنقح عليك. أنا الكلى بتاعتي زي الحديدة يا نوح. أمال في إيه؟ بصراحة يا سلامة أنا مشتاق الواد ده، مشتاق نوح. أني؟ طب ليه؟ ليه؟ عايز أفهم ليه؟ ده أنتوا طول عمركم أصحاب. الله، أنت باين عليك اتجننت يا محمود. أنا فعلاً اتجننت. انا اتجنن ولا جننا هو الواد ده نوح؟ انا اللي جننتك؟ بقيت انا السبب؟ تصدق بالله انت لو لفيت ال 14 مديريه على رجلك ما هتلاقي حد بيحبك زي ما انا بحبك يا محمود. ايه يا محمود، ده انتوا اخوات. بس اعرف بس سبب زعله مني ايه؟ تعرف سبب زعله؟ انت مش سرقت طريقتي؟ طريقتك ايه يا ابو طريقه انت؟ طريقتك ايه؟ استعبط بقى يا نوح. انا مش بستعبط، ده اللي صار ان انا عبيط فعلا. طريقتك ايه يا محمود؟ ما هو الواد ده سرق طريقتي، طريقة اللي احول بيها الرمل للذهب. كلام ايه ده يا محمود؟ كلام ايه؟ بس عارف يا فلح، انت ما سرقتش حاجة. عشان تكون فاهم يعني، انت كنت عايز تسرق مني طريقة اللي اوصل بيها للعالمية، لكن انت مش هتوصل لحاجة. سلامة بيه، المهندس فاهم عاوزة. ايه؟ هاتوا بسرعة بسرعة. كده برضه يا محمود، كده برضه. مش انت اللي عملت فيا كده وسرقت طريقتي يا نوح؟ عملت فيك ايه بس يا محمود؟ يا راجل انت بتصدق الكلام ده؟ انا افهم في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا عم ده انا عاجلي على قدي، انت الوحيد اللي فينا طول عمرك جهبيز. ايه؟ مفيش حاجه اسمها جهبيز، جهبز، انا عارف ان انا جاهز. اتفضل. سعيد عليكم. اهلا. عدم المؤاخذة إذا كنت جيت في وقت غير مناسب. لا لا، دول جماعة أصدقاء عزاز، المقدس فهيم بخوم، برضك صديق عزيز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا كان في كذا موضوع عايز أكلمك فيهم، بس يا ريت كده على انفراد. أيوة مش هينفع، البيت فيه يجي 100 ضيف، فما فيش أي حتة نقدر نتكلم فيها. ممكن نتقابل بكرة. ما فيش مشكلة، بس في موضوع دلوقتي لازم تعرفه عشان تجهز نفسك. موضوع القطن. القطن؟ ايوه، انت مش كنت اتفقت معايا انك تشاركني في تجارة القطن؟ ايوه مظبوط. انا خلال يومين ثلاثة هضطر انزل الارياف علشان اوزع مبالغ كده على الفلاحين من باب السلف، يعني علشان لما يجنوا القطن يدهولنا. ايوه، مبلغ قد ايه يعني؟ قد اللي انت عايزه، بس المهم خلال يومين اتنين. يومين اتنين. اما حكاية ان احنا هنتقابل بكرة، هنتقابل ان شاء الله. خلاص، اقول تصبحوا على خير. وانت من اهله. اتفضل. نورت. ايه في ايه؟ حضرتك عارف طبعا الحادثة اللي حصلت في العباسية واللي أصيب فيها حمزة الحلواني وأشركة تهاني. ما يهمش، اتفضل اتكلم، عاوز تقول ايه؟ والإصابة اللي حصلت له دي كانت نتيجة مؤامرة لاغتيالهم. أنا مالي، أنا شغلتي إن أنا أعالجهم. في معلومات بتؤكد إن المحاولة دي هتحصل تاني النهاردة. لا تاني ولا تالت، من فضلك، المعلومات دي مش قالها لك الجدع ده؟ الجدع ده ليه واحد صاحبه جوه ومش قادر يقول أي كلام عشان يهد النظام. أولاً مبدأ فندي الإمام ما يتقالش عليه الجدع ده. ثانياً. لا ثانياً ولا ثانياً. اتفضلوا، اتفضلوا خشوا. هي الهوسبيتال بتاعت أبويا. إن شاء الله تلعبوا فيها حجة. مين؟ إيه في إيه؟ أنا مبدع، مالك؟ قلقان كده ليه؟ الراجل اللي ارتكب الحادثة ده ممكن يكررها تاني.
حتى لو كانت اشرقت هانم تحت حراسه مشدده. ما لما قلنا الكلام ده للمخبول الحكيم اللي بره ده ما صدقش ليه واقتنع. هو ده فاهم حاجه؟ انت ايه اللي جابك متاخر كده؟ اللي جابني متاخر وانا جاي ازور المستشفى؟ مش انت بعت لي جواب ان انا اجي لك؟ ايوه كنت عايزك بدري. الموضوع اصله يتعلق باحمد بيه الخزندار. ماله احمد بيه؟ متضايق عند عيد زمزم. وضع طبيعي ان احمد بيك يبقى متضايق عند عيد زمزم لانه وضعه هناك مش مريح. لا المساله اكبر من كده. يعني ايه؟ في خطوره. خطوره على مين؟ الست بتاعته لمحت لي ان عيد زمزم بيضغط عليه في اتجاهات معينه. لا طب وانت شفت الست بتاعته فين؟ بعتها لي لحد هنا. بعتها لك لحد هنا؟ ده يبقى الوضع خطير فعلا. اجي معاك؟ تيجي معايا ازاي وانت متعور وقاعد في المستشفى؟ لا انا بقيت كويس يا مبدأ. زي ما توقعت بالظبط. يا عم لا توقعت ولا ما توقعتش، انا خارج وساب المستشفى. كبيته؟ مش كبيته. حضرتك عشان تزور صاحبك ها تحتل المستشفى بالجنود بتوعك، امبرياليه عسكريه. لكن وماله؟ بس تسمع مني كويس، من بكره هجيب سريه من الجنود الجهاديه عشان يدفعوا على المستشفى. وتبقى تعالى لي بقى ها، تبقى تعالى لي علشان اطلق عليكم المدافع. با 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 با. انت مستعجل كده ليه يا سي عمر؟ في حد يجي من السويس لحد المحروسة وتاني يوم يقول انا عايز ارجع؟ اشغال يا سلامة بيه. اشغال ولا انت عايز تهرب عند بلدياتك؟ لا ما انا لازم افوت عليهم برضو. ايوه انت طبعا مقدر ظروفي، اني كمان مقدر ظروفك جدا. وتزداد سوءا. لا اله الا الله. شوف انت مش غريب، فيه مشاكل مع الهانم، ده غير المشاكل اللي انت عرفتها طبعا. بيبقى الوضع بقى صعب فعلا يعني. مش انا قلت لك؟ طب وضع الفابريكا ايه؟ ماني قلت لك نأجل الكلام في الموضوع ده لحد ما ادبر نفسي. ما احنا اجلناها كتير يا سلامة بيه. يعني ايه؟ يعني تشوف لها حل، يا تشيل نصيبنا يا احنا نشيل نصيبك والحق ما يزعلش. انا عمري ما شفتك هنا يا مبدأ فندي. هو سعادتك بتيجي هنا؟ بعدين سعادتك بقالك فترة طويلة مختفي. عندك حق. أنا أصلي كنت زهقت. زهقت من إيه؟ من العيشة كلها. حسب معلوماتي إن سعادتك واحد من أغنى أغنياء مصر المحروسة، فأنا مش عارف بقى تزهق ليه. وإنت يعني رأيك إن الفلوس بتسلي الواحد وبتبعد عنه الزهق؟ تهيألي كده. طيب اتفضل اتسلي. ايه ده؟ تمن ايه ده بالظبط؟ ده تمن النصيحة اللي هتديها لي. انا بالتأكيد ممكن ادي النصيحة بس ببلاش. مفيش مانع، بس برضو خد وتسلى بيه. للأسف انا من نوع نادر من الناس ما بيتسلاش بالفلوس. انا بقى انظر منك، انا الفلوس بتزهقني، ولما زهقت خالص خدت بعضي ومشيت من هنا، رحت الأرياف، قعدت هناك أنام واصحى أنام واصحى أستنى الموت زي المحكوم عليه بالإعدام. وسألت نفسي أنا ليه حابس نفسي بالشكل ده ومأزم نفسي ليه، وقررت إن ألاقي لي هدف يخرجني باللي أنا فيه. عظيم. ولقيته؟ لقيته. ممكن أعرفه؟ أنا عايز النظارة يا مبدأ فندي. النظارة؟ سعادتك عايز النظارة؟ صدقني مش علشاني، علشان الأولاد. أهو يعني لما يقوني الأوان يبقوا يقولوا الوالد كان ناظر الأشغال الحقانية المعارف العمومية، أهي برضو حاجة قيمة. طيب أستأذن بس من سعادتك دقيقة واحدة. على فين؟ أصل محمد عبيد موجود وأنا عايز أسلم عليه، ما أنت عارف إنه زميل قديم في السلاح. مش قبل ما تساعدني. أساعدك في إيه بالظبط؟ في النظارة. طب أنا هساعدك في دي إزاي يا راجل؟ بطل تواضع. أسلم عليه بس وأرجع لسعادتك حالا بإذنك. مبدأ فندي أهلا وسهلا. أهلا فندي. إيه أنت بقيت من اللي بيجوا النادي؟ اتفضل. السؤال ده بقى موجه ليك يا حضرة الصاخ. ده أنا جاي في مهمة. ما أنا كمان جاي في مهمة، بس أنا ما أعتقدش إنك جاي علشان. وانا كنت هعرف منين ان انت جاي؟ انا بقى جاي علشانك، كنت عارف انك جاي. طيب ازاي؟ ازاي دي مش مهم،
المهم دلوقتي انا جاي لك في حاجه ما تستحملش التاخير. خير يا ام الدفندي؟ انا جاي لك بخصوص احمد بيك الخزندار. ماله؟ يبدو انه مهدد في المكان اللي هو فيه. ازاي؟ تقريبا عايد انقلب عليه. عايد مين؟ ما هو احنا سكناه عند عايد بيك زمزم، هو انت ما تعرفش؟ انا قلت لهم مش عايز اعرف مكانه طالما ده مش هيفيدني في شيء. وبعدين انا لو اعرف ان هم هيقعدوه عند عايد زمزم انا كنت ارفض. ده راجل طموحاته غريبة جدا وبيفكر في افكار عايز يشقلب بيها الدنيا، وده نوع بيبقى خطر جدا. بالظبط، هو زي ما انت بتقول كده. طيب ما تغيروا المكان، لو ما عندكوش مكان آمن أنا عندي. لا لا مفيش مشكلة في المكان، احنا عندنا أكتر من مكان وآمن. طيب يبقى فين المشكلة؟ يحتمل إنها تكون في عيد بيك، صاحبنا ورقة رابحة في إيده، أو على الأقل هو متصور كده. السؤال بقى، هل هو ممكن يفكر في تسليمه بسهولة؟ انت بتقول إيه يا مبدى فندي؟ أنا سعيد وجيت لك مخصوص عشان أسألك في الكلام ده. احنا ممكن ننتزعه من بين ايديه بالقوة، ممكن نخطفهم هما الاتنين، ممكن نجيب عيد ونخليه يعمل كل اللي احنا عايزينه. انا عارف، بس الافضل انه يوافق، مش كده؟ طبعا. طيب انا هقوم اروح له دلوقتي، انت ساعتك قدامك وقت قد ايه عشان تبقى جاهز؟ لو الراجل اللي انا مديله موعد وصل دلوقتي بقى قدامي ساعة، انما انا ممكن اقابلكوا بالليل. إنما أقولي تعرفت منين إن أنا موجود هنا؟ بعدين هقولك. سلام. أنا آسف جدا يا غزال باشا، أنا مضطر أستأذن لأن جالي مشوار مهم. الله، طب وموضوعنا؟ لا ده موضوعنا ده عايز قعدة وروقان، هشوفك قريب إن شاء الله. طب بقولك إيه؟ نعم. البرنس نامل مش ممكن يعني يساعدني في الحكاية دي؟ الحقيقة أنا معرفش. طيب أنا هجسه كده. جسه. سلام. سلام. برنس نانك. اهلا. صباح الخير باشا. صباح الخير. اتفضل. إيه انت قاعد لوحدك؟ كان معايا واحد ومشي. تخيل يا برنس، في اشاعه اليومين دول كده بتقول ان في تغيير في النظار. وليه لا؟ الاوضاع في البلد بقت في غايه السوء، وقضيه الديون وصلت الى أسوأ مستوى، ومولانا أنشأ صندوق للدين نصه من الأوروبيين. يعني بصراحة كده البلد اتباعت. خسارة، زعلتني يا برنس. ليه يا باشا؟ هو سعادتك ما كنتش لسه زعلت من الأول؟ لا 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 أبدا، بس أنا كنت متخيل إن في نظار شرفاء يستطيع تغيير إلى الأفضل. ومين بقى اللي هيجيب النظار الشرفاء دول؟ أنا يعني بعتولي يجسوني. بعتولك ليه؟ للنظارة. وانت تنفع في نظارة ايه؟ الله، جراي برنس، انت شايف ان انا يعني منفعش في النظارة ولا ايه؟ لا 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 مش قصدي، انا اسف، انا ده اي حد، انت احسن من اي حد، بس هي القضية نظارة ايه؟ انا يعني الحقيقة مش عارف، ما قالوليش بالتحديد. بس أنا عندي فكرة. أيوة أسمعها. إيه رأيك تجسهم لي؟ أجسلك مين؟ وللأمر أهو يعني منك تعرف الحكاية وتعرف أني نظارة اللي عليها العين، ومنك كمان يعني تعزز موقفي وترشحني بشكل ما، وأنا برضو هبقى رجلك في النظارة. ضحكتني يا باشا. بس أنا شايف أنك ما ضحكتش يا برنس. شوف يا غزال باشا، انا لو فرض ان انا اتوسطت لك زي ما انت عاوز، تاكد من حاجه، ان اول الامر لا يمكن يعرضوا عليك النظاره مره تانيه، ده اولا. ثانيا هيسحبوا منك البشويه. ثالثا هياخدوا ارضك، وهكذا دواليك لغاية ما تقف على باب سيدنا الحسين مادد ايدك وبتقول صدق لله يا محسنين.
اهلا وسهلا مبدا فني. اهلا عيد بيك. تشرب ايه قبل ما تقعد؟ ولا حاجه. ما مستحيل يعني اجلها شويه. المهم انا عايز اتكلم مع سعادتك. يا اتفضل. خير؟ ولو اني ضد زياراتك المتكرره دي، انت بالذات مش سوء ضيافه والله، بس انا خايف يربطوا بينك وبين صاحبك. موقف محرج، وانت اكتر واحد يقدر المواقف دي. انا جاي عشان عايزين ننقل احمد بيك الخزندار من هنا. ليه بقى؟ دواعي. ام انا قصرت في حاجه؟ بالعكس تماما، سعادتك عملت اللي محدش غيرك يقدر يعمله. طب ليه بتقول الكلام ده؟ ما انا قلت لسعادتك دواعي. ام ايوه، بس لازم اعرف السبب. السبب واضح جدا، وجود احمد بيك الخزندار في مكان واحد يعرضه للخطورة. مش هو بس على فكرة، سعادتك كمان معرض للخطورة. بس انا لما قبلت فكرة ان احمد الخزندار يقعد عندي، ما كنتش علشان اقدم له صغير ينام عليه، ولا طبلية ياكل عليها، ولا ابريق مية يتوضى بيه ويشرب. انا كنت بحاول احقق له فكرة الامان الكامل. ده شيء عيد بيك تشكر عليه تماما. انا ليا خططي، واحمد بيك شريك فيها، مستحيل اهد ده كله لمجرد اوهام في دماغ واحد. شوف يا عيد بيك، لا سعادتك ولا انا مسؤولين عن امان احمد بيك الخزندار. احنا مجرد وسطاء. انا مش مجرد حاجه ولا مجرد وسيط، انا عايد بيك زمزم، وانت عارف كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. لذلك انا حريص على امان احمد الخزندار، وحريص على امان الفكره اللي احنا بنحاول نحققها. ولا يمكن احمد الخزندار يتحرك من هنا إلا بأوامري أنا. أنا مرتب كل حاجة. روح لجماعتك قول لهم الكلام ده. عيد بيك، أنا مش عارف سعادتك انفعلت كده ليه؟ أنت قائدنا، ده احنا كلنا بندور في الفلك عيد بيك زمزم. احنا ما نقدرش نخالف لك لرأي ولا قرار، وإذا كنا فكرنا في حاجة غلط سعادتك تقدر تصححها وتقدر تمشينا في الطريق السليم. شوف يا مبدأ فندي، انت راجل واعي ومثقف وليك وزنك في الحركه الوطنيه. روح قول لجماعتك الوضع ده بالظبط، وكلها يوم او يومين وهخرج احمد الخزندار، وبعد اسبوع او 10 ايام هيكون في بلاد الشام. طمنهم ان عايد بيه لما يتولى مساله لازم الكل يثق فيه بدون ادنى شك. سعادتك موضع ثقه كبيره، يعني سعادتك قائدنا ومش معقول ما نثقش فيك. اذا سمحت لي سعادتك ممكن اروح اطمنه. اتفضل، وارجو انها ما تتكررش مره تانية. اكيد اكيد مش هتتكرر تاني، وانا هرجع عشان اطمن سعادتك ان كل شيء على ما يرام. استاذ اتفضل. طبعا انت مش فاهم اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل يا سيسي؟ فكر ان البلد كلها زعلانه على ألمص عليها رحمه الله. ايه البلد كلها زعلانه عليها يا سيسي؟ ما قلتش حاجه، لكن السبب الحقيقي في اللي احنا فيه ده ايه؟ الحاله الماليه. مظبوط، دي حتى الوكاله ما عادتش زي الاول. ده احنا بنبيع ربع البضاعه اللي كنا بنبيعها زمان. شفتوا الميه نشفت بعد الديون، ولما الميه نشفت حصل ايه؟ الناس ما عادتش بتشتري. دي واحدة على حلوان، لكن الآن كمن كده بقى إيه؟ إن نفسهم اتكسرت، لا عاد لا في جواز ولا غيره. الدليل على كده إيه؟ أخويا صعب الحمولي ما بيشتغلش. أنا بقى كنت خايف العملية تيجي عندي بقى وتحصلني، ما حصلش. ليه؟ عشان المية نشفت. برافو عليك يا شحاتة. يعني نعم؟ في إيه يا علي؟ انت اتخبلت؟ واحدة عاوزاك. واحدة؟ هما مش عارفوا ان احنا خلاص اتجوزنا بقى. ايه؟ واد يا علي. مين دي؟ ده حرام المعلم. حرامه؟ وجاي تهبب هنا ايه؟ انا ايش عرفتي؟ انا يا دوب ما يستاهل. انت عايز ايه يا ولية؟ ايه وليه دي؟ انت عايزه ايه؟ انت ما رجعتش البيت ليه؟ انت خارج من الفجر. اشغال. وبعدين انت فاكر انا قاعد هنا بهب نفسي؟
بعد الغربة الطويلة دي ازاي الناس تعرف ان انا رجعت؟ النهاردة جالي 5 افراح. يا سلام. بس انا اعتذرت عنه. واعتذرت ليه بقى؟ خفت بقى لاخينا عبد الحمول يزعل. طب كويس ان انت اعتذرت عشان ورانا حاجات كتير. حاجات ايه؟ سيد ما تتعبش قلبي، ورانا حاجات كتير، اتفضل امشي قدامي. طب اسلم على الناس. شاور لهم من بعيد. اشاور لهم ازاي؟ تحب اشاور لهم انا؟ لا 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 خلاص. سلام يا رجاله. ازيك يا سيد؟ اهلا سلمى بيه. اي خدمه يا سلمى بيه؟ لا ده انا جاي عايز صبيانك. براحتك سلمى بيه اتفضل. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا معلم شحاته؟ ازيك يا سلمى بيه؟ يا مرحب يا اخي، انت في وشي ليل ونهار. شفت يا شحاته؟ او دايما كده كسر بنفسي. يا خايب، ده انت لازم تطلع فيها عشان انت جنب سلمى بيه للنهار كله. وانا قلت حاجه؟ انا جاي لكم في مساله هامه جدا. خير يا سلمى بيه؟ انا عمري ما فكرت في الشر، واني اشهد على كده، لكن فكرت فيه. اعوذ بالله. ليه بقى؟ الجدع اللي اسمه شريف الكاشف دي قرفني قوي. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صدقت يا سلامة بيه؟ صدقت سنين وانا اقول لك الراجل ده يستاهل القتل. تصدني، الحلوانيه كلاتهم عايزين يشربوا من دمه وانت تقول سيبوه. نسيب اللي سبنا في اصيل الله يرحمها. لا انا ما احبش حكايه الدم دي، واني اربى بيكم انكم تعملوا حاجه زي دي. انا كل اللي طالبه حاجه بسيطه. امر يا سلامة بيه. تدوا له علقه. ايوه، تلموا شويه عيال واني هقول لكم هو فين، وياخد العلقه اللي هي. بس اوعى يشوف حد منكم انتوا الاثنين. خليل بيه. ايوه يا شريف بيه، اتفضل اقعد معايا. ما انت شايف انا مستعجل. انتوا بتهربوا مني كلكم ليه؟ ازاي بس يا شريف بيه؟ الوالده باشا في النزع الاخير. ليها حق، دي خلفت وولادها خلفوا وولاد ولادها خلفوا. يا شريف بيه، هو في حد في الدنيا عاوز يموت؟ حكمة ربنا. برنس، اتفضل يا برنس اقعد. جرايه يا شريف بيه، انت ما انتش ملاحظ ان انا عايز اروح. براحتك براحتك. إلا ياما فوقتني. اقعد انت بقى معايا. مستحيل شريف بيه، ممنوع. انا عارف انه ممنوع، بس انا تمنيت اي حد يقعد معايا. ان شاء الله انت. اقول لك روح احسن. بسست. دلوقتي مش قادرة أصدق إني قدرت أقنعك إنك تيجي لحد هنا. أنت تقدري تقنعي أي حد يعمل أي حاجة، وكمان عشان أخرج من الحالة اللي أنا فيها دي. ده إذا كان ممكن. ممكن طبعا. أنا عارفة إنك كنت بتحب أرمس. أيوة كنت بحبها جدا. الحب شيء حلو قوي، وطبعا أنت عارف إن الحب حياة، ولأنه حياة يبقى لازم نعيش. عشان كده بقى أنا عايزة حب أرمس يخليك تعيش حياتك وتحب كل حاجة، القمر، الليل، الفجر، السعادة، الغنى، وخصوصا بقى الغنى. تعرفي يا ممدوحة هانم، أنا أحيانا بعتقد أن الحياة هي الغنى، وكنت دايما أسأل نفسي طب لو مش بغني كنت هعمل إيه؟ وطبعا ما لقيش إجابة. كان ممكن أشتغل تاجر بن، لكن عمري ما كنت حاب أراضي. إشمعنى يعني تاجر بن؟
لأنه أبويا كان تاجر بن، وكان ممكن أبقى زيه وكنت ممكن أبقى شاطر، لكن كنت هفقد إحساس جميل قوي، غني قوي. السعادة طبعا. ياريت أعرف الإحساس ده اسمه. طيب إيه رأيك تعتبرني أنا جمهورك وتغني لي ليلة دي لوحدي؟ ياريتني كنت هغني لك، بس فين الفرقة؟ ايه ده مش ممكن، ده زي ما يكون مصباح علاء الدين. كنت محضرهم. وكنت متاكده اني هوافق؟ كنت متاكده وعارفه انك عايز تغني. تعرف ان احساسك بيا كان صحيح. Yeah.
عشنا وشوفنا الكتير. عفاري ماسي عبدو، امتعتنا. اشكرك. مش كده برضو؟ انت احسنت انك جبت سي عبدو، اولا عشان يخرج من الحالة اللي هو فيها، ثانيا عشان احنا نستمتع. انا فعلا فكرت في كده. بس يا حبيبتي كان لازم تاخدي رأيي، لان احنا النهاردة بالذات عندنا ظروف خاصة. عيد بيك انا كنت ماشي فعلا. لا طبعا مش ممكن، انا ما صدقت اقنعك انك تيجي هنا. ايوه بس زي ما عيد بيك بيقول في ظروف خاصة. مظبوط مظبوط يا سعبده. مش معقول الكلام ده يا بابا. ممدوحة اسمع الكلام، سعبده فهم الوضع، لازم تفهم انت كمان. ولا عمري هفهم ان ممكن يكون في حاجة تمنع سعبده انه يكون معانا هنا. اسمع الكلام وافهمي. عيد بيك ما جراش حاجة. استأذن انا ماشي. في ايه؟ حاجة غريبة. اللي هي ايه؟ رسالة. ما انا عارفة انها رسالة. من مين؟ مش مكتوب. طب مكتوب فيها ايه؟ بقول ان في حاجة مهمة هتحصل النهاردة ولازم نكون مستعدين. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ انا بقولك اللي مكتوب يا صفية. يكونش عايد بيه؟ لا 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 عايد. ده واحد هيبعت لنا رسالة عشان ايه؟ يعني أصله قال إن في ظروف. لا 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 يا صفية، لا ده أسلوب عايد بيه ولا في أي دوافع إنه بعت لنا رسايل. وحتى إذا كان عاوز يبعت لنا رسالة ما كانش هيبعتها بالطريقة اللي أنت شفتيها دي أبدا. بس ده في حاجة مهمة أوي. اللي هي إيه؟ الورق. الورق اللي مكتوب عليه الرسالة ده ورق حكومة، والورق ده بيستخدم بالذات في الجهادية. طب نلبس هدومنا بقى ونستعد. اهلا 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 مصطفى باشا، اتفضل. في خدمة مولاي. لا يا مصطفى، انا طلبت المقابلة دي عشان نلتقي كأصدقاء، واحنا مش أصدقاء برضو ولا ايه؟ صداقة مولانا شرف لأي شخص. لا الصداقة اختيار، يعني لو أنا مثلاً مش أنا كنت برضو هتختار صداقتي؟ مولاي سموك عارف الإجابة، وفي كل الأحوال ده اختياري ومش هيتغير. كل شيء بيتغير يا مصطفى، كل شيء، بس إحنا ما بنشوفش ده لأننا بنتأمل اللي بيحصل وإحنا في لحظات هدوء، لحظات سكون، لكن فجأة ممكن كل شيء يتغير. وأخوك إسماعيل عارف كويس استحالة استمرار اللي موجود ده. إن شاء الله المستقبل يكون أحسن. إن شاء الله، بس لازم نشتغل عشان يبقى أحسن، مش كده ولا إيه؟ طبعا. أنت إيه علاقتك بإسماعيل المفتش؟ علاقة طيب؟ كويس قوي الحمد لله. أنا كنت متصور إنها علاقة متوترة، لكن كويس إنها علاقة طيبة، مع إن كنتوا الاتنين مختلفين. مش فاهم. يعني انت صنف من الناس والمفتش صنف تاني خالص، مش ممكن تكونوا متفقين. دي نظرتي انا غلطان؟ مولاي مش ممكن يغلط ابدا، بس انا مش فاهم ايه الحكايه. الحكايه ان انا صحيت من النوم فجاه لقيت المفتش في ايده سلطات كتير قوي. تعرف انهم بيقولوا عليه الخديوي الصغير؟ تعرف؟ لا يا مولاي ما اعرفش. اي مكان انك تثق في اللي حواليك ده شيء جميل جدا، لكن اذا اديته سلطات كتيره ممكن راسه يدور. دي النفس البشريه، وعشان تحافظ على كل حاجه في مكانها وصح لازم تدي كل واحد اللي على قده بالظبط. عشان كده لازم نقلل شويه من سلطات المفتش.